حالة من الجدل أثيرت في الشارع المصري بعدما تم تمرير قانون السلطة القضائية في البرلمان، رغم اعتراض عدد من النواب على مناقشة القانون دون توزيعه وعرضه على النواب قبل مناقشته بفترة كافية، حيث وافق مجلس النواب على مشروع القانون الجديد بتعديل بعض أحكام قوانين السلطة القضائية ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية. ونشبت أزمة بين النواب والقضاة بسبب التعديل، فاعترضت السلطة القضائية على القانون خصوصا الفقرة الثانية من المادة 44 والتي تعطي لرئيس الجمهورية الحق في اختيار رئيس محكمة النقد، رئيس مجلس القضاء الأعلى من بين 3 مرشحين من قبل المحكمة وليس بمبدأ الأقدمية المطلقة التي يعتبرها نادي قضاة مصر أحد المبادئ والثوابت القضائية الراسخة وواحدة من ضمانات استقلال القضاء لضمان عدم تدخل أي مسؤول في اختيار رئيس محكمة النقد. فالقضاة متمسكون بتطبيق مبدأ الأقدمية في تعيين واستقلال السلطة القضائية، لكن الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب يرى أن القانون الجديد لا يمس استقلال السلطة ونتيجة غضب قطاع كبير من القضاة الذي اعتبروا هذا التعديل تدخلا سافرا في الشأن القضائي. وأصدر نادي قضاة بيانا اعتبر فيه تعديلات مجلس النواب على قانون السلطة القضائية اعتداء على استقلال القضاء، مؤكدين أنه في حالة انعقاد دائم وعلى تواصل مع مجلس القضاء الأعلى لحل الأزمة ومع مؤسسة الرئاسة، وأنه في سبيل استقلال القضاء فإن جميع الخيارات مطروحة بما لا يمس استقرار الوطن.